يداً بيد نحقق هدفنا المنشود بإسقاط النظام. بهذه الكلمات يعبر هؤلاء الشباب من طلبة جامعة بغداد الذين ينتشرون في شوارع وساحات التظاهر على مدار الساعة عن جهودهم في تنظيفها من النفايات ومخلفات قنابل الغاز والعيارات النارية. نلم النفايات ونشارك ولو مشاركة بسيطة، بس احنا نساند وان امل كبير انه نحقق الشيء. سلميين الى ابعد الحدود، ناس توزع اكل، ناس تنظف، ناس هواي صور بساحة التحرير جاي تواجه الفاسدين فقط. هؤلاء الشباب المتطوعون يفخرون بالمهمة التي كلفوا أنفسهم بها، ويعملون جاهدين على إظهار المستوى الحضاري والثقافي المتقدم للشاب العراقي الذي يحرص على أن يظهر به أمام العالم ومن يحاولون الإساءة له وتشويه صورته. قالوا عنا أن احنا نخرب ونكسر وها ما عندنا شيء، بالعكس احنا عملنا العراقي اثبتنا ان احنا قاعد ننظف الشارع، هذا وطننا احنا نحبه احنا نريده. احنا جينا هنا على مود نكسر الحاجز الموجود عند العالم وعند الاعلام اللي يطلع من عندهم، ندي يقولون الشعب دي خرب، الشعب قام يكسر بالمباني، الشعب دمر الشوارع، هاي خلي يشوفون احنا دا نجي وننظف ونسوي وماكو اي شيء، وهاي المحلات كلها موجوده. ويرى الشباب أن تنظيف شوارع وساحات التظاهر جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي السلمي، يردون به شيئاً بسيطاً من جميل كبير قدمه شهداء وجرحى الانتفاضة. ولدنا اللي دا يروحون قسم ضحوا بدمائهم، وقسم اللي دا يشوفهم من يقلون بالجرحى أو اللي يختنقون بالغاز، وإحنا قسم من عندنا ينظفون، وقسم يوزعون ماء، وقسم شربات، وقسم أكل، كل من يؤدي الدور العالي. خرج هؤلاء الشباب منتفضين باحثين عن وطن نظيف تبدأ النظافة فيه من شوارع وساحات التظاهر، ولا تنتهي يؤكد الشباب بتنظيفه من الطغمة الفاسدة التي تعيث فيه فسادا منذ سنين طويلة.